السلام عليكم. اتوقع شفت الفيديو مال اليوم اللي تكلمت عن النوتش وتكلمت عن اذا كان تبي تشوف الجهاز الصغير مال ابل في لينك حطيته في نفس الفيديو توريك كيف الحجم مقارنه بجهازك, يعني كيف تركب, طلع لك صوره في نفس الجهاز وتشوف الحجم. طيب وتكلمنا عن النوتش برضو, ان النوتش ليش ابل راح تصغر النوتش, مو بسبب ان عشان بس تبي تصغره, لا, لان النوتش نفسه الأجهزة اللي موجودة عندنا كلها نفس حجم النوتش. يعني شريت تليفون كبير, شريت تليفون صغير, 10R 10S 10S Max كله نفس النوتش. فأبل إذا كانت بتسوي هذا علامة إنه بتسوي جهاز صغير, فإذا كانت بتسوي جهاز صغير للحين لايفون 12 بيكون حجمه صغير, النوتش ما راح يركب عليه, ما راح تكون عندك مسافة في اليمين ويسار لحق الشبكة. فهذا أبل اللي خلاها بتسوي نوتش صغير علشان تقدر تنزل جهاز يكون حجمه صغير علشان الأغلب تكون فيها أبراج. طيب خلصنا, وبعد الخبر هذا يعني هذا دليل إنه بتنزل جهاز صغير عندها. وخبر ثاني نزل وتكلمت عن برضه في القناة, إنه في القناة إنه بطارية الايفون القادمة راح تكون أصغر, 1.7% أصغر, 1.8% أصغر من الايفونات الحين 11 برو 11 برو ماكس. بعض الأشخاص طلعوا أوه ما بحركة عادلة ما أدري شنو. طيب قلت لكم إن الأرقام مش كل شيء, يبقى المعالج هو اللي ياخذ من الجهاز والشاشه اللي ياخذ من الجهاز, طبعا مع ال5G وغيره. ف اليوم تكلمت عن ده, قاعد طالع فيني يوم تكلمت عن ذا الشيء, الاشخاص الى الان ما برضه يفهمون انه مش كل شيء البطاريه, يعني النظام نفسه برضه ياخذ يعني ياثر على استخدام البطاريه. لكن احنا نعرف ان الاجهزه الحين بتصير اصغر, لكن مثلا عندك 11 برو ماكس الحين وبتشتري مثلا 12 برو ماكس, والبطارية الـ 11 كأرقام الـ 11 برو ماكس أكبر حجم البطارية من الـ 12 برو ماكس. هل راح يكون يعني أن الـ 12 برو ماكس ما راح يكون معاك عن نفس الوقت اللي تستخدمه في الايفون 11 برو ماكس, راح يكون أقل يعني؟ لا مش لازم يكون كذا, مثل ما قلت لكم يبقى على المعالج نفسه, قوة المعالج, أشياء كثيرة تسبب الأشياء دي. يعني اليوم طلع اليوم TSMC اللي تصنع معالجات أبل إن المعالج الـ A14 اللي راح ينزل جديد, من ميزات المعالج إنه ما يستهلك طاقة مقارنة بالـ A12 اللي عندنا الحين, الـ A13 قصدي اللي عندنا ما يستهلك طاقة 30%. فتخيل 30% أخف من اللي عندك, تخيل عن الجهاز اللي عندك يعني بطاريته 3000 مثلا يجلس معك يومين, فتخيل 3000 تشيله تحطها هناك ف تعطيك 30% أزيد, أو يعني استهلاك البطارية بسبب هذا المعالج إنه ما يستهلك نفس معالج اللي موجود عند الـ A12 أو الـ A13 قصدي. فهذا الفرق, هذا اللي خلى أبل بتنزل البطارية يعني 7%. فأوكي احنا كلنا نتمنى إنه يكون المعالج أو تكون البطارية نفس البطارية عشان يعطينا أداء أكثر, يعطينا 30% أعلى, يعني مثلا إنه ما راح يستهلك معالج جديد 30%. فهمتوا أنتوا أوكي؟ لكن أبل بتسوي الجهة ثانية, يمكن هذا اللي خلاها يعني هذا الميزه من ميزات المعالج انه ما يستهلك 30%, هذا برضو علامه انه بتنزل جهاز صغير بطاريه صغيره. برضو الايفون 12 راح تكون جهاز حجمه صغير, ف100% بطاريه صغيره. ابل ما تبي ترجع حق الايام اللي راحت, على الاقل تبي الجهاز يجلس معك يوم مثلا او 15 ساعه مثلا مش استخدام متواصل 15 ساعه, لا. ف هذا اللي خلى أبل مثلا تصغير بطارية, واحنا فهمكم إياها, مش لازم تصغير بطارية يعني الجهاز ما راح يتم معك نفس في الاستهلاك أوكي. فأبل نزلت لك يعني جابت لك معالج ما يستهلك 30% أفضل, 30% أفضل استهلاكه من الايفونات اللي موجودة عندنا, صغرت لك البطارية 7% من هنا 8% هنا. يمكن تستغل 7% هذه تنحف الجهاز, يمكن تحط قطعة جديدة في الجهاز من داخل, فهذه الأسباب كلها سوت الشيء. اوكي عطتك معالج ما يستهلك افضل من المعالج اللي موجود 30% ونزلت لك 7% من البطاريه حجم البطاريه. اتمنى يعني ما في افضل من ذا الدرس تعلم الناس انه مش كل شيء حجم البطاريه اوكي, مش كل شيء حجم البطاريه. المعالج الجديد راح ينبني بنيه حقتها غير المعماري يعني, او حجم المعالج نفسه غير. يعني هذا اللي موجود عندنا الحين 7 نانومتر, الجديد اللي بيصير 5 نانومتر, في قفزه اوكي, في تقنيات جديده. فاتمنى ان الناس يفهمون قدام انه مش كل شيء الارقام,
في أشياء ثانية. المعالج نفسه كيف يتعامل مع بطارية المعالج، كيف يتعامل مع نظام المعالج. فأتمنى إذا نزل جهاز الآيفون في السوق وشفنا البطارية أقل، لكن استخدامك يكون نفس الاستخدام اللي موجود، يكون درس أو يعلم الأشخاص اللي مو براضين يفهمون إنه في فرق. أو يعني أوكي، أنا تمنيت إن أبل تخلي نفس البطارية، راح يعطيك 30% شوي زيادة يعني من استهلاك، يكون جهازك أفضل بكثير. بيقول لك ناس أوه ليش الفرق، نقول لهم إن المعالج هذا ما يستهلك، نفهمهم شيء من جهة يعني أوكي في درس ثاني بعد برضو من الجهة الثانية. لكن في بعض الأشخاص إلى الآن ما راح يكون عندهم درس، بعض الأشخاص إلى الآن أوه بطارية صغيرة كيف تسقر هبلة، بس هذا الموضوع أوكي. فالمعالج الجديد استهلاك البطارية راح يكون أفضل 30%. أوكي، السلام عليكم.